من المواضيع المهمة قوي كوربشن وترست، وده أكبر مشكلة في الأوبستريك إنجلز. نسبة رابشر يترس حوالي كل 2000 إلى 4000 واحدة ست بتولد، هنلاقي فيهم حالة هيحصل فيها رابشر يترس. المفروض إن جزء كبير من الأسباب بريفنتبل، وبالتالي رابشر يترس should not occur in modern obstetrics. مين أكتر واحدة فيها بيحصل فيها رابشر يترس؟ أكتر واحدة هي the so called grand multi para. إيه grand multi para؟ multi para والدة كتير كتير، اللي هي بارا 4 او بارا 5 او مور. يعني نعتبر اذا والده اربع او خمس مرات فيما اكثر، دي بتبقى اكثر عيانه لايبل للرابشر يوترس. اشمعنى اكثر واحده هيجي لها رابشر يوترس هي الوالده كتير؟ مع بعض بسهوله كده، كل مره عيلها يكبر، كل مره بلبسها يصغر، كل مره عضلاتها اضعف، كل مره فيها مال بوزيشنز ومال بريزنتيشنز اكتر، ويزيد عندها ذا سو كولد فولس سنس اوف سيكيورتي. ما معنى هذا الكلام؟ كل ريبيتد ديليفريز دايما يبقى في تندنسي ان الوزن دايما بتاع البيبي كل مره يبقى اكبر. يعني نقول نيولي ماريد كابل يوزوالي بيخلفوا بيبي صغير، كل العيله تلعب بيه. على السادس او سابع ولاده بيخلفوا عجل كبير عايزين يرموه من الشباك. اشمعنى هذا الكلام بيحصل؟ لان pregnancies are diabetogenic، وبالتالي مع الريبيتد بريجنسي فبيبقى فيه الكربوهيدرات ميتابوليزم عندها تندنسي انها تتلخبط، وبالتالي التندنسي ونسبه الديابيتس تزداد مع الريبيتد بريجنسيز، وبالتالي على الديابيتس من اكثر الحاجات اللي بتؤدي الى لارج سايز بيبي، لان الام لما يبقى عندها هايبر جلايسيميا السكر ده بيعدي البلاسنتا بيخش للبيبي كانها بعت لابنها علبه حلاوه علبه مربى، فبياكل ويكبر ويا رب تخن يا رب سمين. يبقى كل مره في تندنسي ان البيبي وزنه يبقى اكبر، كل مره في البلس هيصغر. يعني ايه؟ البلتس كعضل وكسوفت تيشوز كبونز مع الريبيتد انسبيست ديليفريز واللاك اوف كالسيوم سبورت، فبيبدا يحصل ديبليشن للكالسيوم فشكل العظم يعوض. احنا نعرف ان في لين عظام ريكتس ده بيحصل للاطفال، يقابله في الكبار عندنا في الستات ذا سو كولد اوستيوماليشيا، نفس الشكل ولكن مع الايدج، مع الريبيتد ديليفريز، مع الريبيتد انسبيست ديليفريز. وبالتالي تيجي تفحص واحده ست بتولد سابع ثامن مره تستغرب هو البلبس ده عدى ازاي بيبيهات قبل كده، ما هو ده ما كانش البلبس اللي هي ولدت فيه اول مره. طب نفس القصه، اليوترس بيكبر في الحمل، طيب هي عضله مشافية حلوه تكبر، طب بعد الولاده تنفليوت. يعني ايه تنفليوت؟ ترجع للاوريجينال لينس بتاعها. طب الجزء اللي تولدته ده ديورنج بريجنسي يبدا يحصل له اوتوليسيس ويتحول الى فايبرس تيشو، وبعدين تحمل تاني العضله تتشد تاني، وبعدين تيجي بعد الولاده تبدا يحصل اوتوليسيس للاكسس ماسل فايبرز بفايبرس تيشو. بمعنى ان لو واحده ست برايمي بارا اول مره تولد، اليوترس عباره عن بالظبط عضلات صافيه، عضلات مشفيه. طيب مع الريبيت الدليفريز لا، ما بقاش عضلات مشفيه، بقى عضلات وفايبرس تيشو. طب مين يستحمل؟ العضله بتستحمل، لكن مع الكونتراكشنز ممكن جدا الفايبرس تيشو ما يستحملش لان ما فيهوش الاستيستي، وبالتالي يحصل رابشر يوترس. كل مره اليوتراين ماسلز بتبقى مع الريبيت الدليفريز اضعف مما كانت عليه قبل ذلك. برضو مع الحمل السابق بطنها طلع كرش، وبعدين رجع تاني طلع كرش، فالعضلات بتاعت البطن بتبدا مع الريبيت الدليفريز تبدا تضعف، وبالتالي يبدا البطن البيبي لما يستند يبقى سهل قدامه قوي، عنده فراغ كبير يقدر يتمدد فيه. ده اللي بنسميه ده ان البيبي بيكبر لبره، ان البطن ماشيه زي البندول الساعه يمين شمال بتلق يمين شمال. بندلس ابدومين ده بقى فيه فراغ كبير بيتحرك فيه البيبي، ده اللي بيؤدي الى ان يبقى عنده نسبه اكثر انه يقعد في اي وضع هو عايزه، قاعد في حته مرتاح ومرحرح، ممكن يقعد ويقرفص رجليه ينام بالعرض شويه. يعني نسبه المال بوزيشنز والمال بريزنتيشنز بتبقى اكثر. يبقى كل مره في تندنسي للماكروسوميا بسبب الدايتوجينيك افكتس اوف بريجنسيز، كل مره بيبقى فيه الاوستيوماليشيا، الاوستيوماليتيك تشينجز في البلبس تبدا تزيد،
كل مره الترايم ماسلز بقت اضعف ومور لايبل فور رابشر، والابدومينال ماسلز بقت ويك ديبندنس ابدومينال فلايبيليتي اعلى للمال بوزيشنز والمال بريزنتيشنز. ثم ذا سو كولد في النهايه الاحساس الخاطئ بالامان اللي هو عباره عن ايه، ان الست دي اول مره كانت هي خايفه والناس كلها خايفين عليها، طب هتولد فين، طب اصل ده هي ما جربتش قبل كده، ثاني مره بقت ازرق، طب بندور على حته ارخص شويه، طب ما هو يعني احنا كان الدكتور عمل ايه المره اللي فاتت وكان لازمتها ايه المستشفى الغاليه دي، طب ما نولدها في مستوصف، رابع مره طب ويعني ما تولد في البيت، سابع ثامن مره بيبقى محطوط عندها في السكيدول اليومي، انا هروح اولد الصبح، اروح بعد الظهر الظهريه اجيب العلم المدرسه وارجع عشي. يعني عاده هي متخيله ان الموضوع هيعدي زي الولادات السابقه، فthey don't seek for medical care الا لما تكون حصلت مصيبه بالفعل. كل ده بيؤدي الى ان اكثر واحده يحصل فيها ربشه يترس هي ذا سو كولد جراند مالتي بارا، سواء هتعتبرها بارا 4 اور مور الوالده اربع مرات او اكثر، او بارا 5 اور مور ده مقبول وده مقبول. لما نبدا نقسم اسباب الربشه يترس، هو اليترس هيربشر امتى وهي حامل؟ يا اما يربشر وهي حامل، يا يعني يستنى ساعة الولادة ومع الاسترس اوف ليبر هيربشر، يبقى يا اما الربشر هيبقى during pregnancy antenatal او ساعة الولادة intranatal. في كلتا الحالتين طب هيربشر بس وهي حامل، يعني يا اما يستنى ساعة الولادة يا هيربشر لوحده spontaneously يا اما due to associated trauma. تعالوا نمسك اهم سبب من اسباب الربشر يترس، اهم سبب من اسباب الربشر يترس during pregnancy during labor spontaneously هو ان اليوترس ده معيوب، ان اليوترس ده فيه عيب، عيبه اللي هو ايه؟ هو اشهر عيب ان يبقى فيه previous scar في اليوترس، واكثر scar في اليوترس موجود هو السكار بتاع cesarean section سابقا، وبالتالي scar cesarean section scar during the pregnancy هو the most common cause of spontaneous rupture during the pregnancy or during labor. طيب نكمل during pregnancy هيربشر يا spontaneously يا traumatic. spontaneously قلنا cesarean section scar هو commonest scar، هل في scars تانية ممكن نشوفها؟ طبعا، يعني لو عاملة previous myomectomy، لو هو اليوترس ده ربشر قبل كده واتعمل له repair وبالتالي يبقى عامل زي الجاكيت اللي اتقطع فانت خيطته يبقى سهل قوي انه يتقطع تاني، السكار القديم مطرح الريبير رابشر يترس ممكن جدا ان هو يري رابشر تاني في اي سبونتينيسي في اي سبسيكوانت بريجنسيز. طب غير السكار في اسباب اخرى؟ في اسباب بس نادره شويه. يعني ايه؟ يترس كونجينيتال انوماليز في اليوترس هو عباره عن اوضتين باي كورنويت، طب اوضتين بس فيهم اوضه قايله للسقوط، اوضه روليمنتري الباي كورنويت يوترس ولكن فيهم قرن من القرنين من الهورز اللي موجودين روديمنتري ضامن، ما كانش صح عندك شقه فيها اوضتين بس اوضه قايله للسقوط طول ما حدش يدخل فيها، ولو ان الحمل ده هيبقى انترا يوتراين بريجنسي ولكن خارج النورمال لانه مش نورمال يوتراين كابيتال، ده روديمنتري اريا، ده نوع من انواع الاكتوبيك، فده ويستندد ديستنشن لكن ما يقدرش يكمل كتير، يوجوالي هيربشر عند الشهر الرابع او الشهر الخامس. برضه نوع من انواع الاكتوبيك بريجنسي ان يحصل امبلانتيشن اوف ذا فيرتلايزد اوفم جوه اليوترس، جوه اليوترس بس فين؟ على مكان السيزيريان سكشن سكار القديم. الامبلانتيشن يوجوالي في الفندس بوستيريور او انتيريور، لو استنى الامبلانتيشن لحد ما نزل على جرح القيصريه السابق وبدا ينهش فيه وبالتالي ده بنسميه سيزيريان سكار اكتوبيك، ولو انه حمل داخل الرحم لكن ده it is not the normal cavity it is implantation over the scar، ممكن على طول يبدا يقرقض يقرقض في السكار فهوب يبدا اليوترس ده يتفرتك 100 حته فيتحول الى انه يبقى رابشر يوترس. سمعنا عن الفيزيكولار نود البناين وفي منه نوع اسمه كوريو كارسينوما مالجنانت بوليديجستيشنال تروفوبلاستيك ديس اوردرز، فيما بينهم نوع لوكالي مالجنانت هو عباره عن الفيزيكولز الفيزيكولار نود بس يتحول الى لوكالي مالجنانت انفيزيف او بيربوريتنج نود، يبدا ياكل وينهش 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 العضله لحد ما يؤدي الى رابشر يوترس. طيب
من الاسباب برضو النادره جدا ان واحده يجي لها اكسيدنتال هيموريدج ده كومن، وريترو بلاسنتال هيماتوما ده كومن، لكن ان الهيماتوما دي ما تعرفش تخرج وتبدا يحصل نزيف جوه العضله دي، فتبدا تمزع وتمزع في المايوميتريم، يحصل انترا مايوميتريال هيموريدج لحد ما يخرج بره على السيروزا الكفر بتاع اليوترس، وكمان يقطع ويمزع العضله ويمزع البريتونيال كفر، وبالتالي يبقى وان اوف ذا كوزز اوف رابشر يوترس. لكن اهم اسباب الرابشر سبونتينيسلي during pregnancy هو رابشر سكار والكومنست سكار، وهنرجع له تاني، هو سيزاريان سكشن سكار، وممكن يبقى مايومكتوم سكار او بريجس رابشر يوترس، او انت مثلا سكار بتاع كاربوريشن ديورنج كريتج، كل ده يعني سكارز قديمه ممكن ترابشر. اسباب اخرى قد يكون نوع من انواع الاكتوبيك سواء رودمنتري هورن او سيزاريان سكشن سكار، نوع من انواع الجستيشنال تروفوبلاستيك ديس اوردرز اللي هو بيركوريتنج فيزيكولار مول، ورير في حالات الكونسيلد اكسيدنتال هيموريدج لو هو فيري سيفير ريترو بلاسنتال هيماتوما مش عارفه تخرج، فتعمل تمزع وتقطع المسل فايبرز بتاعت اليوترس الى ان يتقطع. طيب تروما ديورنج بريجنسي، حادثه عربيه اتخبطت اتضربت، فممكن اي خبطه على البطن لو جامده ممكن تعمل هذه القصه. لو واحده، وده عليه خلاف شويه، لو واحده حاولت انها تابورت هيرسيلف او انت بتسقطها بسبب ميديكال ريزون، بتخش بمعلقه زي معلقه الاكل وتحط في اليوترس وبتخرج الكونتاكس. طب لو انت دخلت المعلقه جامد قوي ممكن تقطع الرحم، فده بنسميه بيربوريشن. هو ده نسميه بيربوريشن ولا ده نوع من انواع الرابشر؟ ده خلاف اكاديمي ملوش قيمه كبيره، لكن في احوال تبقى التروما عنيفه جدا جدا الى ان احنا ممكن نعتبر ده، ممكن نعتبر ده بالذات في الكريمنال اتمبتس اوف ابورشن اللي هو ملوش ميديكال انديكيشن في اماكن ان اكويب، وعملت ماركت دامج وملتيبل بيربوريشنز في الترايم ماسلز، عايز تسميه بيربوريشن ماشي، عايز تعتبره رابشر ماشي، مش هتفرق كتير في المانجمنت. طيب لو بدأنا نتكلم during labor برضو هي رابشر بس سبونتينيسلي تروماتيك، السبونتينيسلي قلنا خلاص انتهينا هنرجع لها تاني سيزاريان سكشن سكار. من الاسباب انه رابشر سبونتينيسلي هو ذا سو كولد اوبستراكتيف ليبر، واحدة بتولد في عجيب كبير جدا، واحدة بتولد بالبيبي ده ترانسفيرس لايف جاي بالعرض، فما فيش ميكانيزم للدليفري، يبقى يوترس بيكونتراكت 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 وما فيش ميكانيزم البيبي ده يخرج بيها بره. عاده لو نخلي بالنا قوي من اللي انا بقوله ده، لو واحده بكريه برايمي طاره وبيجي لها كونتراكشنز والبيبي ده ملوش ميكانيزم للدليفري، هيجرى لها ايه؟ يوجوال اليوترس هيكولابس بعد شويه، هيكولابس هيحصل له ايه؟ هيحصل له انيرشيا. لو واحده مالتي بارا والده كتير قبل ما الماسلز تبدا في اكزوست وتخش في انيرشيا الفايبرس تيشو هيكون قطع. اديكوا اكزامبل سريع، لو مثلا احنا قلنا ان انا وانتوا هندخل سبق، هنقول والله طيب انا راجل اهو سني كبير جدا وانتوا ما شاء الله كلكم شباب، طب يلا يا شباب انتوا مثلا اجروا دلوقتي اقول لكم مشوار جري مثلا من بيوتكم لحد الكليه جري، ما اعرفش انتوا ساكنين بسرعه، فتجري تجري تجري تجري، لو انت ساكن بعيد قوي تيجي تفتكر تقول لا خلاص انا مش قادر انا تعبت انا هرجع، ليه؟ مش هجرى لك حاجه بس هتجهد فهتبطل في الكونتراكت، ده وضع البرايمري طارئ. طب راجل سنه كبير وقلت له اجري مشوار عنيف جدا 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 هيجرى له ايه؟ هيجري 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 قبل ما يقول لك انا تعبت هيكون جاله هارت اتاك ومات. يعني اللي هيحصل ايه؟ ان العضلات في البرايمري بارا هي فريش فيري ايزي مع الاوبستراكتد ليبر انها ايه؟ البرايمري بارا ريسبونس تو اوبستراكشن باي اكسهوش انرجي. لكن المالتي بارا اللي اليوترس فيها ما هواش عضلات مشفيه، عضلات وفايبرس تشو، مالتي بارا ريسبونس تو اوبستراكشن باي ربش، يبقى البكريه الاثنين جالهم بيولدوا عيل بالعرض، البكريه هتقول لك لا يا عم دي مش لعبتي، انا ما شفتش القصه دي قبل كده، مش عارف، ما عنديش ميكانيزم، فالعضله تكولابس. فالمالتي بارا قبل ما العضله تكولابس هيكون حصل
رابشر للفايبرس كونكتد تيشو. فبالتالي برايمري بارا ريسبونس تو اوبستراكشن باي انيرشيا والمالتي بارا ريسبونس تو اوبستراكشن باي رابشر. مهم جدا من الاسباب الرابشر ديورنج ليبر هو سيزاريان سكشن سكار يرابشر ديورنج بريجنسي سبونتينيسلي وارد، وده اسوأ الانواع ان هو حتى ما استحملش جهد الولاده، يا اما السكار يستنى معاك ولو بتديها ترايل فمع الكونتراكشنز اتعرض لستريس تاني فاتقطع، او مفيش سكارز خالص وهي دخلت في اوبستراكتد ليبر. لو هي مالتي بارا، لو هي جراند مالتي بارا هيبقى سهل عليها انها ترابشر. في ممكن يرابشر لوحده من عند ربنا ايديوباتيك، والله انا شفتها في حياتي مره واحده ان مفيش اي سبب خالص، وكانت معانا والده مرتين ثلاثه قبل كده، وجت على ثالث مش فاكر او رابع مره ولوحدها بالبينز الربانيه اللي جت لها في البيت هوب حصل لها سبونتينيوس رابشر. هل ده كان فيه نوع من انواع الديجنريتيف تشينجز في المسلز لوحدها من عند ربنا؟ ده يعني حاجات كده نادره وربنا ينفينا منها. طب تروما ديورنج ليبر، ما هي تروما مش هتبقى حادثه، هي ديورنج ليبر هي في عهدتك، هي في المستشفى، يبقى التروما مين اللي عاملها؟ انت اللي عاملها. التروما عاملها ايه؟ يا بدواء يا بآله. الاله لو انت بتركب بنتوز انسترومنتال دليفري او فورسكس وارد. طب التروما ممكن تبقى بدواء؟ اه لو هي بيجي لها كونتراكشنز والكونتراكشنز دي ضعيفه شويه وانت حبيت تقويها بندي مجموعه دراجز بنسميها اكبوليكس. اكبوليكس حاجه تزود اليوتراين كونتراكشنز، ولو ما عندهاش يوتراين كونتراكشنز بتديها دراجز تو انيشيت الكونتراكشنز زي البروستاجلاندنز او زي الاوكسيتوسين بتاخد تو انيشيت وتو اوجمنت. الادويه دي ليها جرعات معينه ومحاذير معينه، اذا اديت improper use of اكبوليكس اوكسيتوسين وبروستاجلاندنز بقت دي تروما بدواء لايبل يحصل معاها رابشر يوترس. يبقى نخلي بالنا ان التروما ديورنج ليبر يوجوالي منك انسترومنتال ديليفري. وارد برضو على فكره تدخل ايدك بتحاول تولد بلاسنتا من الميجرز مانوال ريموفال، زي ما تكون بتدخل ايدك كده بتفصل يوسفيايا مثلا، بتدخل ايدك ما بين القشره وما بين الثمره وعايز تطلع، لو دخلت ايدك جامد ممكن تقطع القشره، لو دخلت ايدك بتحاول تفصل البلاسنتا من اليوترس وهوب مش واخد بالك انك في البلين اوف كليفج ممكن تروح مدخل ايدك ثرو اليوترس وداخل جوه البريتونيال كافيتي، فده هيبقى من التروماتيك كوزس اوف رابشر يوترس. نرجع لاهم سبب في رابشر يوترس هو رابشر اوف سيزاريان سكشن سكار. طب انا يعني هعرف منين ان الجرح القديم بتاع القيصريه السابقه ده جرح كويس ويستحمل ولا جرح لايبل لرابشر يوترس؟ وايه اللي يضعف السكار ده؟ في فاكتورز في العمليات في الجراحه نفسها اللي تبع القيصريه اللي فاتت، وفي مستجدات تستجد في السبسيكونت بريجنسي. من اهم الحاجات انت وانت بتعمل القيصريه فتحت اليوترس فين؟ لو بنفتحه كده زي السمايلي فيس كده اللي احنا بنبعته لبعض على الواتساب او وات ايفر، فده مكان الجرح في اليوترس، بيبقى زي السمايلي فيس انسيجن في اللور يوتراين سيجمنت. اللور يوتراين سيجمنت ديورنج سبسيكونت ديليفريز بتبقى باسيف اللي بيكونتراكت الابر، وبالتالي نسبه الرابشر اقل مما لو فتحت اليوترس زي البطيخه من فوق لتحت. داخل في الابر وفي اللور، الابر سيجمنت بنسميها ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن لان المشرط عدى في الابر سيجمنت وهيعدي كمان في اللور سيجمنت، بس كده بنسميها كلاسيك او ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن. لو هنا الجرح ده بقى في حته اكتف هتكونتراكت ديورنج سبسيكونت ديليفريز فنسبه الرابشر اعلى كتير بتوصل اب تو 10%. يبقى اهم فاكتور في القيصريه اللي انت اللي هتحكم على جرح القيصريه انا عامله فين؟ في اللور بارت يبقى احسن، في الابر بارت وعدى كمان في اللور بارت لا كده الابر سيجمنت سيزيريان سيكشن الانزلس اوف رابشر فيها يعني بتوصل حوالي 10% وساعات اكتر من كده النسبه مش مقبوله على الاطلاق. طب لا خلاص ماشي انا هفتح في اللور سيجمنت، هل في حاجه ثانيه اقدر اعملها؟ اه طبعا. انت دورك وانت بتعمل القيصريه وانت جراح زي ما تكون بتعمل رفه قماش. يعني ايه؟ لو انا عندي جاكيت مقطوع وجبت الايدج على الايدج وطلع مش باين خالص، هو ده الجراح الشاطر. يعني ايه؟ لو انت بتخيط الرحم فبتقفل العضلات جبتهم على بعض بالظبط، يبقى السكار هيبقى مش كبير مش عريض.
لو انت ما بينهم مش عارف تجيبهم فوق بعض، وحته راكبه فوق حته، هتتملي المسافه دي فايبرس تيشو، وبالتالي عامل زي الصنايعي الشاطر اللي بيلف في جاكيت او ايا كان، فما بيبانش، يقول لك واحد لا ده مش عاملها حلو، دي باينه. باينه يعني ايه؟ يعني الفايبرس كونكتيف تيشو كتير، وبالتالي اللايبيلتي للرابشر هتبقى اكتر. ده بنسميه امبيرفكت كابتيشن. امبيرفكت هيموستيزس برضه، لو انت سايب دم كتير موجود هيحصل ايه؟ والدنيا وفي هنا هيماتوما وهنا، كل ده فيري جود ميديم فور انفكشن، والانفكشن هياكل السكار السابق. يبقى في فاكتورز بنحكم عليها انها ممكن تضعف السكار بناء على المعلومات في الجراحه السابقه. لو انا فاتح ابر هتبقى اوحش، لو مش جايب الايدج على الايدج هتبقى اوحش، لو سايب دم كتير جوه هتبقى اوحش، لو السكار ده انفكتد بعد العمليه هيبقى اوحش. خلي بالنا في حاجات كتير من دي احنا ما بنبقاش عندنا باك جراوند عنها. انت جايلك عيانه عامله قيصريه بره، طب انت عارف هو اشتغل ابر ولا لور؟ طب انت عارف هو عامل كوابتيشن كويس ولا لا؟ جراح شاطر ولا لا؟ الدنيا كانت معكوكه ومليانه دم وانفكتد ولا لا؟ في هنا ساعات حاجات تبقى مش واضحه. لو انت اللي عامل القيصريه قبل كده وكاتب البيانات وعارف حالك وعارف كان فيها ايه قبل كده ومتابع عيانتك، ممكن المعلومات دي تبقى عندك، ساعات كتير ما تبقاش موجوده عندك. طيب نخرج القيصريه اللي ربش السكار القديم، طب هل في مستجدات تضعف السكار حتى لو كان معمول كويس؟ حتى لو معمول كويس سابقا ممكن جدا يبقى اضعف لو جد عليه جديد. لو ايه؟ لو اليوترس بقى اوفر ديستندد المره دي بكريز او بالبولي هيدرانكس. لو البلاسينتا راحت جايه على بختك نايمه على السكار فتقرقط فيه، هيبقى ده كمان تؤدي الى بلاسينتا اكريتا وانكريتا، ووارد انها تاكل العضله كلها والسكار يبقى اضعف ويربشر. برضو في قصه هنختلف عليها، هو واحده والده قيصريه مره قبل كده وبعدين جت تولد، ممكن تديها ترايل فور فاجينال ديليفري. طب هي والده قيصريه قبل كده ووالده وراها خمس مرات طبيعي وجايه لك المره دي، طبعا دي ما تقبلش خالص. يا ستي احنا هنعمل قيصريه، قيصريه يا دكتور؟ القيصريه راحت خلاص، ما انا ولدت بعدها ثلاث مرات واربع مرات طبيعي. هي كل مره من الريبيت ديليفريز بعد السكار اون توب اوف ذيس سكار، هل السكار ده زي ما هو ولا كل مره هي السكار ضعفا وهتجيله نقطه بريكنج بوينت في منطقه في يوم ما في ولاده ما؟ فانا خاف من الست اللي تبقى والده أربع خمس مرات بعد القيصرية، هتقول لك يا دكتور أنا والدة خمس مرات مع ناس كويسين، الأولاني كان حمار عمل لي قيصرية، ولدت خمس مرات طبيعي، وبعدين أنا جاية لك دلوقتي، هو أنت من زي الحمار الأولاني ولا أنت زي الناس الكويسة اللي ولدوني بعدها؟ هي لازم تبقى فاهمة إن الإسكار ازداد سوءًا. برضه هنيجي نقف على جملة، ولو إن دي جملة بقت قديمة أوي تاريخية أوي. هو انا لو عندي سيزيريان سكشن سكار و ولا مايومكتن سكار بتاع مايومكتن هايدرويد ريموفال، انهي السكار اللي هيستحملني اكتر؟ انهي السكار الاقوى؟ اقول لك الحقيقه المقارنه في غير محلها على الاطلاق. ليه؟ عشان اقارن سكار اوف سيزيريان سكشن وسكار اوف اكتوبيك سوري اوف مايوم سكار اوف سيزيريان وسكار اوف مايومكتن، انا ما يهمنيش العمليه، انا يهمني السكار مكانه فين، الفوق ولا تحت، الابر سيجمنت ولا فين، وطوله قد ايه. عشان المقارنه تصح يبقى عاده نشوف نفس طول السكار في نفس المكان. عاده لما بنفتح في اوبن مايومكتومي نشيل مثلا مايومه كبيره، فبنفتح في الانتيرور بتاع اليوترس في الميد لاين، فغالبا نقارنها كانها زي مين؟ زي الابر سيجمنت او كلاسيك سيزيريان سيكشن، لان في الجينيكولوجي مفيش لور سيجمنت بتفتح في اليوترس، يبقى كانها بقت في الايه؟ في الابر سيجمنت. وبالتالي عاده المايومكتم سكار تعامل معامله الابر سيجمنت سيزيريان سيكشن، فما بنديهاش ترايل لانها تولد نورمال ليبر بعد سيزيريان سيكشن. يعني كان زمان في خلاف يقولوا والله بس المايومكتومي ممكن تبقى احسن من السيزيريان على اساس ان انا في المايومكتومي فتحت وقفلت واليوترس ما كشش، في السيزيريان بيكش بعد الولاده، فالغرز حتى لو انا واخدها كويس ممكن تبقى لاكس،
ما بيترسمش بحجم، بينتروديوس بعد الولاده. والانفكشن في الولادات اكثر من الانفكشن في المايومكتومي اللي هي الليكتف سيرجن. لكن ده كانت مقارنه زمان قوي 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 لما كانت كل القيصريات بتتفتح ابر سيجمنت، فكانوا مطالبين يقارنوا هي ابر سيجمنت سيزاريان سكشن اقوى ولا المايومكتومي سكار اقوى، وكانوا ساعتها يقولوا المايومكتومي احسن من السيزاريان سكشن سكار. المقارنه دي لا تصح في الايام اللي احنا فيها، لاننا اصلا ما بنعملش دلوقتي ابر سيجمنت سيزاريان سكشن خالص. لكن اللور سيجمنت سيزاريان سكار اللي هو السمايلي فيس انسيجن في اللور سيجمنت طبعا احسن مليون مره من الابر سيجمنت سكار ومن المايومكتومي سكار. عشان كده احنا عندنا اي واحده عامله بريفيس مايومكتومي ما بنديهاش ترايل في الفاجنال دليفري يوزوالي، وبنعمل لها على طول سيزاريان سكشن لانها تعامل معامله الابر سيجمنت بنسبه رابشر لا تقل عن 10%. لو انواع التايب الرابشر يوترس، لو اليوترس كله اتقطع بالمسلز كلها بالبريتونيوم اللي هو زي الملايه الرؤية اللي عليه، فالبيبي جوه بقاله اكسس للجنرال بريتونيوم كافيتي وممكن يخرج وممكن ما يخرجش زي ما هو عايز، ده بنسميه كومبليت رابشر. لو اليوترس اتقطع لكن لسه البريتونيوم اللي عليه سليم عامل زي الملايه الرقيقه قوي 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 او ستاره رفيعه خفيفه قوي قوي قوي، فدي منعاه من الخروج، ده بنسميه انكمبليت رابشر يوترس. كلمه ديهيزنت سكار، هو ناس تحب تستعمل كلمه ديهيزنت سكار لو الرابشر حصل اون توب اوف ذا سكار، فيقولوا والله لما نسميه ديهيزنت سكار ده لو هو انكمبليت رابشر اون توب اوف سكار، حتت من السكار تفتح بس ما زال البريتونيوم من بره سليم والبيبي جوه حواليه كمان الامنيوتك ساك. يعني ناس تحب تخليه كنوع مخصوص من الانكمبليت رابشر، ناس تعتبره كله انكمبليت رابشر. يبقى في ناس تقول كومبليت رابشر وانكمبليت رابشر بس، وناس تقول كومبليت رابشر وانكمبليت رابشر لو البريتونيوم كفر اكزيستيك انتك، و ديهيزنت سكار اللي هو يخصصوه لوحده اللي هو one of the incomplete rupture on top of the cesarean section scar و parts of the scar lens are gaping still the peritoneum intact and still the amniotic sac is intact. الحقيقة مهم انك تبقى عارف اليوترس هيرابشر منين. يعني لو فكرنا كده ان cesarean section scar هيفتح، طب هو لو انت يعني سمعت الاناتومي والفسيولوجي اللور سيجمنت اصلا متغطيه، يعني كان جسمك هو اليوترس وانت لابس قميص، فالقميص ده هو عباره عن اليوترال بيريتونيوم كفرنج ده لور يوترال سيجمنت. تقدر كده تشد القميص بتاعه، انت تشد القميص تعرف ان هو منفصل عن جسمك. طيب وبالتالي لو اللور سيجمنت فيها سكار، لور سيجمنت سيزاريان سكشن سكار، وبدا يتقطع حصل فيه رابشر، يبقى الرابشر ده على حسب قوته ممكن القميص يفضل سليم او ممكن القميص يتقطع. وبالتالي لو انا عندي رابشر في اللور سيزاريان سكشن سكار، السكار رابشر ممكن يبقى انكمبليت القميص يبقى سليم، او يبقى انكمبليت القميص سليم اللي بيصرف 2 انتك، او كومبليت القميص اتقطع كمان يبقى الايه ده كومبليت رابشر. لو انت بتتكلم على سيزاريان سكشن ابر سيزاريان سكشن سكار او مايومكتوم سكار، الحته الجزء الفوقاني في اليوترس مش زي بقى كانك لابس قميص. انا قلت لك لو انت لابس قميص يبقى جسمك هو المسل والقميص من بره هو الجسر بيرتنيوم. الابر سيجمنت كانك لابس فانيلا داخليه، فهي عباره عن جسمك ولازق فيه فانيلا، وبالتالي لو حصل جرح في المسل هتتقطع الفانيلا لبره اللي هو السيروزال كفر، هي جزء لا يتجزا لازقه على الايه؟ اليوترال مسل. فلو في ابر سيجمنت سيزاريان سكشن سكار رابشر، يبقى الرابشر ده لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى كومبليت، مش مفيش فرصه ان البريتونيوم يفضل انتكت. طيب لو واحده اوبستراكتد ليفر، هو احنا عارفين ان في النورمال ليفر اليوترس بيكونتراكت الابر وبيريتراكت بيحصل، فاللور سيجمنت ايه؟ تتشد وبعدين تتشد وبعدين تتشد، السيرفكس يوسع
في الاوبستراكتيف ليبر نفس الحركه بالظبط ولكن اكسجريتد، فاللور سيجمنت عماله تتشد اكتر تتشد اكتر تتشد اكتر زي الاسك اللي بيتمط عشان يوصل للابر سيجمنت، فتبقى ماركتلي بالون وبعدين زي البالونه اللي بتنفخها على اخرها وبعدين مره واحده بترقع. عاده لما بيبقى اوبستراكتيف ليبر اللي بيرابشر مين الجزء اللي بيستريتش اللي هو اللور سيجمنت اللي عمال يرفع ويتمط زي الاسك، وعادة الرابشر ده هيبقى ايه؟ هيبقى كومبليت. طيب لما لو انت حصل منك تير بتاعه الولاده لاترال سيرفايكال وول تير، لو انت يعني من الناس اللي لسه بتستعمل الاوبستريك فورسبس او يعني تعاطيس للتكوين، فانت بتركب الاوبستريك فورسبس فرده يمين وفرده شمال، فممكن وانت بتشد تعور الفاجينا يمين وشمال وتعور السيرفكس يمين وشمال، والسيرفكس ده لو اتقطع يمين وشمال ومزع لفوق زي اللاية بتنزعها بتنزع من تحت لفوق، تمام؟ اليوترس بالظبط كده لو عايز تعرف الشكل في الاوقات اللي احنا فيها اللي فيها يعني ما فيهاش حركة من البيت كده، البس جلابية لحد وسطك وقف في البلكونة، محدش هيشوفك لان في حظر تجول محدش هيبص عليك، فالبس جلابية لحد وسطك لحد وسطك بس، الجزء التاني مفهوش حاجة خالص، وقف كده في البلكونه اتفرج على نفسك او حط مرايه تتفرج على نفسك، وافرد ايديك على الجنبين كانك عامل نفسك شبح عفريت، الجلابيه مغطيك منين؟ من قدام، البلكونيه مغطي اليوترس من قدام، والبلكونيه مغطي اليوترس من ورا، وايديك لما تفردهم جنبك يبقى البلكونيه مغطي كمان الفالوبيان تيوبس ما عدا صوابعك مين الجزء في جسمك لو انت واقف لابس جلابيه لحد وسطك، وليه لحد وسطك؟ لان رجليك تمثل اكنها السيرفكس مش متغطيه بالبلكونيه، البلكونيه لحد اليوترس بس، وفارد ايديك الاثنين على جنب ولابس جلابيه فيبقى التيوبس انفلوب بالبلكونيه، ويبقى الجنب بتاع الجلابيه ده البروب ليجامنت، انهي حته في جسمك اللي مش متغطيه بالجلابيه؟ انهي حته في اليوترس اللي مش متغطيه ببيسرا البريتونيوم اللاترال؟ لو واحد لابس جلابيه مغطيه من قدام مغطيه من ورا، ولما يفرد ايديه كده على جنب يبقى هو ايه الجزء من الجنب عندك مش متغطي، وبالتالي يبقى لو في اللاترال وول اوف ذا سيرفكس اتقطع فامتد فوق لللاترال وول اوف ذا يوترس، هيبقى ده ما بين التو لايرز اوف ذا بروت ليجامنت، هو ده ان لو حصل سيرفايكال تير اكستندنج افورد على اللاترال وول اوف ذا يوترس ده هيبقى دايما انكمبليت رابشر، لان المنطقه دي اصلا ما فيهاش بيريتونيوم، البيريتونيوم جاي مسحوب من قدام ومسحوب من ورا، وده هيحصل منها بروت ليجامنت هيماتوم، ده السايتس اوف رابشر. طيب قلنا التايم اوف رابشر هو ما يحامل طبعا بس يا اما يرابشر دورينج بريجننسي بس انتي نيتال، يا اما يستنى مع الاستريس بتاع الولاده انترا نيتال عشان نعرف الفاريبل كلينيكال بريزنتيشن بتاعه. ده دياجراماتيك الستريشن للرسمه اللي فوق اللي هي الفرق ما بين الكومبليت رابشر والانكومبليت رابشر، وبرده نفس القصه تحت اللي هو رابشر اون توب اوف كاسكار، يا اما البريتونيوم اتقطع يا اما البريتونيوم ما اتقطعش. برضه ده ديمونستريشن كده، الرسمه فوق على اليمين ادي لسبيت مخرج ايده بقى مش ضربش بس اللي تحتها اللي تحتها هو ده شكل البروت ليجامنتري هيماتوما، ان ده لما اليوترس يتقطع من اللاترال وول والجزء الغامق دوت ده البروت ليجامنتري هيماتوما، وده بيبقى ممكن يبقى انكمبليت لو هو على جاي بين اللاترال وول والتيوترس. وادينا شايفين الرسمه فوق على الشمال ادي مثلا بيخرج ايده اهو وموريني في الفيسلز بتاعت اليوتراين ارض يمين وشمال، اللي هو لو اتقطع من قدام هيطلع من قدام، لو اتقطع من اللاترال وول هيعور اليوتراين ارتري دوت ويبدا كمان يجمع دم زي الصوره اللي هي فوق على اليمين، الصوره الثانيه اللي هي فيها بروف ليجامنتري هيماتوما. الصوره اللي تحت دي لطيفه قوي لو ركزتوا فيها، يعني ده للعلم بالشيء بس الصوره حلوه. الباين اللي لونه غامق ده بيبي خرج بره، ده رابشر خرج منين؟ ده البيبي صغير قوي يعني حوالي 16 اسبوع مثلا، خارج منين؟ لو ركزت في الصوره هتلاقي فيه جوه ده يوترس مقطوع في قطع،
ده كان رودمنتري بور ورابشر على 16 اسبوع والبيبي ده خرج من الايه الرودمنتري بور ده. بس يعني كده ديمونستريشن للكلام اللي احنا شرحناه. ادي برضو صوره لل الستريشن لرابشر يوترس اهو، والبيبي شايف اهو خرج راسه لبره. طب انا اسالك سؤال، لو انت باصص كده على بطن الست دي وجاي تحط ايدك هتحس الراس بسهوله ولا بصعوبه؟ طبعا بسهوله، لان خلاص ما بقاش فيه اليوتراين ماسل، ما بقتش حاجه اضافيه حاجزه انك تحس البيبي. البيبي خرج من الماسل وبقى تحت الابدومينال الاول على طول، فانت ساعتها هتحس البيبي جاي يسيب البيبي كده. طب اسالك سؤال، لو انت كان ايدك في الفاجينا من تحت وحسيت راس، وبعد شويه الراس دي راح تنطلق فوق في الابدومين، انت لو بتفحص الست لقيت راس وبعد شويه بتفحص ما لقيتش راس، يبقى راسك فين؟ يبقى راسك عاند جوه البريتونيال كافيتي، ان هنا حصل ايه؟ رابشر، كومبليت رابشر، والبيبي حصل له اكسكلوجن في البريتونيال. نبدا نتكلم على كلينيكال بيكتشر اوف رابشر. هو قلنا هيرابشر وهي حامل بس انتينيتال، يا يرابشر مع الادفانسمنت مع الولاده. هنا بنقول مثلا طيب لو هو رابشر during the pregnancy او in the very early beginning of labor يا spontaneous يا traumatic. تروما هتقول لك هيجيبوها لك بعربيه اسعاف وجايبها لك والبوليس جاي معاها، ان يا دكتور دي كانت خناقه ما بين الجيران في مش عارف ايه، وبعدين ضربوها في بطنها قالت اي وقعت جايبينها ونشوف وعايزين تقرير طبي و و الى اخره في تروما. لكن ما فيش تروما، تبقى واحده قاعده عاديه جدا وهي حامل في يوم ما في السابع في الثامن، مره واحده ما فيش عندها اي حاجه هيستوري خالص، مره واحده هيحصل رابشر يوترس. ممكن جدا تبريزنت بايه؟ عضله بتتقطع، هي قاعده مش ما بتعملش حاجه خالص، هتقول اه يا بطني اه يا بطني وتقع كولابس. طيب جابوها لك بعربيه اسعاف جنرالي هتلاقي العيانه شوك كولابس. هل في ما يفسر عندك اكسترنال بليدنج يفسر عندك القصه؟ لا، هو لو في رابشر وفي بليدنج تبقى جوه البطن، يبقى هي فيها ممكن تبقى شوك كورسبوندنج للانترنال هيموريدج، مفيش عليها اكسترنال بليدنج يبرر هذه القصه. طب حط ايدك ابدومينالي، لو ده كومبليت رابشر زي ما قلنا حتى البيبي فيري ايزلي تو بي فلت، وممكن يعني تحس اليوترس لوحده كده لو بدا كل البيبي خرج كله كده وبدا اليوترس عامل زي الكمتراية على جنب ممكن تحسه لوحده. لكن لو هو انكمبليت رابشر يبقى ستيل انسايد، لكن تحط ايدك هتلاقي فيه تندرنس في مكان الهيماتوما في السوبر بيبيك اريا. طب بالبي دي لو كانت عندك في العياده وفحصتها وكنت حاسس البيبي نازل براسه، بتفحص دلوقتي مفيش حاجه. ريسيفنج للايه؟ مش موجود. كنت حاسس الراس في منطقه لقيت الراس عليت قوي، او لقيته بقى جايب رجليه، ده ايه اللي حصل ده؟ لا ده عام بعيد عنك قوي. وطبعا ممكن ينزل شويه دم، لكن هنا الدم يوجوالي ما بيبقاش كتير. التقل جوه، المصيبه جوه، انترنال انترا بيريتونيال، ما فيش فاجينال بليدنج يوجوالي كتير. يبقى احد الاشكال للرابشر يوترس ديورنج بريجنسي او ان ايرلي ليبر اللي هي كلاسيك بيكتشر انها هيستوري اوف تروما او ما فيش ابدومينال بين وكولابس، وما عندكش حاجه تفسر غير ان هي جنرالي هي حالتها سيئه، ما فيش حاجه تبررها من بره. ممكن الاقي البيبي ايزي تو بي فيلت، يوجوالي بيبقى بسمع كتر حد مش مسموع عاده، خرج بره خلاص وانفصل عن البلاسنتا فمات، والا اذا كان لسه انكمبليت رابشر. وبالبي بي الاقي ريسيدنج اوف ذا بريزنتنج بارت، وممكن مايلد فاجينال بليدنج لان كل البليدنج بيبقى جوه البريتونيال كافيتي. في برضه شكل اخر غير الكلاسيك بيكتشر اللي احنا اتكلمنا عنها اللي قالت اه يا بطني وقعت وكلابست. ساعات في رابشر سايلنتلي. هو اللي سايلنتلي ده انهي واحد اللي رابشر في رايك يعني؟ هقول لك ببساطه كده، انت لو لابس بنطلون جديد واتقطع منك في التماشي في الشارع طبعا هتحس، لكن امتى ممكن البنطلون يتقطع من غير ما تحس والناس عماله تشاور عليك، واحد يقول لك كده لو سمحت حضرتك يعني داري نفسك كده الموضوع مش متظبط، لو انت البنطلون ده متغير قبل كده وانت ماشي مش حاسس بحاجه فعمال يتلطق حته 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 حته، فانت كده بتتضح بالراحه خالص سايلنتلي بدون ما تشعر. يعني اذا السايلنت رابشر يوجوالي
هيحصل on top of cesarean section. في هذا الاختبار بيحصل بالراحة بالراحة بالراحة. لم يرفع الميدي بشكل. لم يرفع الميدي بفجر. لم يرفع الميدي دايما. طب انا شخصها انا ازاي? وانا الست دي انا شوفها ازاي? اقول لك والله هي حاجة من الاثنين. يا اما ان انا جات لك الست دي في الابتداء فقلت والله بس بقى كده انا ما يعني انا لسبب او لاخر بص ستي انا هعمل لك سيزاري فتيجي تفتح مصادفة فتقول يا سبحان الله وانا بفتح ده انا لقيت شعر البيبي باين والاميوتك سك خارجه كده ده هيز ديسكت الحمد لله ان ربنا نجاني وخدت قرار كده من عند ربنا الهي ولما فتحت اكتشفت او ساعات ان الست دي تكون ولد فشل وكملت معاك للاخر وعندنا قاعده ان اي عيانه دي باث فاجينال باث اكتر سيزيريال سكشن بعد ما البيبي يخرج لازم ندي ابنه تحس بالستار هي ولدت وكل حاجه وابنها كويس والبيبي كل حاجه بس احط ايدي الاقي فيه خرم موجود لو خرم كبير مضطر افتح لو خرم صغير قوي كده اقول اسيبه كده بقى وبالتالي سايلنت رابشر ده ممكن يحصل اون توب اوف ذا ديزنت سكار هيبقى ديسكفرد اكسيدنتالي هيبقى ديسكفرد اكسيدنتالي طب هل السكار ممكن يجيب علامات تحذيرية بريمونيتوري سيمتومز او وورنينج سيمتومز ان هو ناوي يعني ما يستحملكش اقول لك ساعات سايلنت خالص ويرابشر وساعات هو يديك علامات بينور لك نور الاحمر يقول لك يا ابني افهم انا خلاص اخري كده لو انت الست دي بتفكر تديها ترايل وهي جايه لك الايرلي ليلة وانت كده كل شويه بتفحصها ينزل عليها نقط دم نقط دم الاسكار اللي جوه بيتقطع وعمال ينزل لك كابيلاري بليدنج هل هينزل بليدنج كتير؟ لا ده تلاقي كده نقط ما تلاقيهاش دي علامه ان الاسكار ده بيتفتح بيتقطع طب ايه كمان؟ هي العامه تقول يا دكتور الوجع اكثره هنا تحط ايدك تلاقي مكان الاسكار القديم وهو اباوت تو انه يتقطع تندر سكار يبقى تندر سكار سبوتنج نازل عليها نقط كل دي علامات تحذيريه ان السكار ممكن يربشر ولو انت بتعمل مونيتورنج وحاطط الست دي على السي تي جي وبتسمع الفيتال هارت كونتينيوسلي تيجي تلاقي مره واحده بدون كونتراكشن بدون تفسير بدون ده بيخش منك في هو مين اول واحد هتحس بان الحيطه بتتشقق من حواليه البيت فلما يبدا يحصل جرح السكار القديم يبدا يحصل فيه ديزنس فيبدا يحصل فيه دي بازل ريستريكشن في البرايم فيسلز كديفنس ميكانيزم فبيجي اول واحد يحس بالقصه دي هتلاقيه يخش في برادي جارديا ان ريليتد كونتراكشن اللي نسميها فاريبل ديستريكشن يبقى اذا انا عندي لحد دلوقتي السكار دي رابشر كلاسيكالي ديورنج بريجنسي او ايرلي ليبر انها جت قالت يا بطني وقعت ولقيتها شط ممكن سايلنتلي ويكتشف اكسيدنتلي ممكن مش سايلنت قوي ويديني علامات تحذيريه وورنينج سيمبتومز او بريمونيتوري سيمبتومز ان السكار ده مش هيستحملني اللي هو يبقى تندر سكار وفاجينال سبوتنج وفاريابيلتي في الفيتال هارت ريت ان انا الاقيها وانا بعمل كونتينوس مونيتورنج الشكل الاخير للربشر يترس اللي هو مع الادفانسمنت اوف ليبر اللي هي بقى في النهايه خالص اوبستراكتد ليبر وقلبت ربشر يترس هنا الشيفت في الكلينيكال بيكتشر حلو قوي يعني الاوبستراكتد ليبر هي واحده بيجيلها طلق زي النار طاق 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 وانت مش مهتم سايب ومش واخد اي اجراءات ها هتفضل كده الى متى لو بكريه هيكزوستد لو مالتي بارا هترفش طب هيحصل ايه في الربشه ده؟ انها هي مره واحده عماله تصرخ انت تقول لك مره واحده الطلق راح هي اخر كلمه بتقولها وهي داخله فيه شهر بسبب الانترنت كونكشن. طب هل لما العضله مش هتتركب بعد ما اتقطعت؟ طب هل يعني الست بقت بطنها خلاص حلوه وكويسه؟ لا استبدل الوجع ريبيتد طلق ايدي يروح طلق ايدي يروح بالكونتينوس. ليه الابدومينال بتاع الكيمو ثيرابي
يبقى كل ما انا قاعد بسمع الست بتصرخ وتسكت بتصرخ وتسكت بتصرخ وتسكت، يبقى العقل اليوتراين ماسلز السليمه بتكونتراكت وبعدين بترتاح شويه تقول هي تقول لي بس. لو الكونتراكشنز راحت واستبدل ده بالكونتينوس بيج اللي هو الابدومينال بين اخر، ان هو ده معناه ايه؟ ان هو ده معناه انها حصل فيها رابشر يوترس. طيب ويمكن كمان الست يعني معها في اوقات انها تقول لك يا دكتور انا حسيت زي ما تقول حاجه فكت حاجه فكت something giving way. ده كل ده علامات تحصل very late. يعني انا اعرف منين ان الاوبستراكتيف ليبر قلبت رابشر يوترس؟ كان بيجي لها طلق زي النار، الطلق راح راح راح. كنت سامع بيبي، البيبي خلاص ما بقاش مسموع. كنت حاسس في تلفار راس، لقيت الراس عادي او اتغير البريزنتنج بارت، عمره ما هيتغير ساعه الولاده معايا. والاقي نازل عليها دم، الاقي نازل عليها دم، دم كتير؟ لا مش دم كتير، الرابشر يوترس دم كتير جوه البطن انترا بيريتونيال. تلاقي الست بقى في المستلك ايه كلها. طب ممكن يحصل رابشر يوترس ويكون بيبي اتولد؟ اي لو انت ولدت انسترومنتال ديليفري، لو يعني استعملت استقويت وركبت فورسكس او تنفوز وبعزم ما فيك بتشد، ما فيش بيبي هيمتنع على انه يتولد. فتروح راح منزل البيبي، اه نزلت البيبي برافو عليك، البيبي كده ميت مع العنف اللي انت بتستعمله دوت. وبعدين هيبقى هنا هتلاقي العينه غرقت في دمها ساعتها، لان انت عامل كمان تير للفاجينا وتير للسيركس هينزفوا لك لبره، والعينه بتكلاس بسبب الاكسترنال هيمرج وبسبب الانترنال هيمرج من الرابشر يوترس. مفهوم معايا؟ يبقى ده بالنسبه لي الاشكال المختلفه للرابشر يوترس. يا رابشر ديورنج بريجنسي او ايرلي ليبر، الكلاسيك بيكتشر هي البين والكولابس وسام تايمز سايلنت، والشكل الاخر اللي هو ساعه الولاده اللي هو اهم حاجه فيه اللي هو الشيفت من الاوبستراكتد ليبر اللي قلبت الى رابشر يوترس. كم عيانه ممكن تجي لك وتلاقيها شوك وما عندكش ما يفسر الشوك ستيت اللي هي موجوده دي؟ ممكن جدا هي دي عيانه ابنها تكون رابشر يوترس وجوه. ممكن عيانة الريترو بلاسنتال هيماتوما اللي الدم فيها مستخبي فوق كله ورا البلاسنتا، وده يوجوالي يحصل في عيانة هايبر تنسف، فتلاقي العينة شورت وما فيش عليها دم نازل، وتحط الالترا ساوند هتعرف ان في البيبي جوه والبلاسنتا جوه ووراها كتلة دموية كبيرة جدا جدا. ممكن ما يمنعش ان الست دي جالها رابشر ابندكس رابشر سكرين وات سو ايفر، دي اسمها سيرجيكال ابدومين. يعني ايه؟ يعني بطن جايه عيانه شوك وفيها مصيبه وفيها ايفيدنس اوف انترنال هيمرج، دي لما نفتح نشخص نمشي عليها هنديها بلاد ترانسفيوجن ونفتح طلع شغلنا هنشتغله احنا، طلعنا عايزين جراح يجي يشتغل رابشر سكرين او تفريك السبتيك السر وات سو ايفر، هو يجي بقى يشوف شغله. ممكن بالنسبه لنا يمكن يعني شفتها مره في حياتي ان هي فاسوكولز انها تحمل حمل خارج الرحم في الكاليديان تيوب، وبعدين تقرقض التيوب بالراحه، وبعدين يبدا البيبي يفضل عايش، وبعدين يبقى عامل زي اللي مالوش بيت اللاجئ سياسي، فيبدا يلم انتستن ومنتب حواليه يعملوا زي ساك ويكبر البيبي. اه يكبر البيبي وياخد دم من اللي حواليه، فنسميه ادفانسد اكسترا ترام بريجنسي. كيس ريكورد على مستوى العالم انها جات العيانه دي لما تيجي تفحصها هتلاقي ساعتها الفيتاس ايزلي تو بي فيلت زي الرابشر يوترس. ولو جات لك عيانه كده اعتبرها رابشر يوترس. اوعى تفتكر ان ربنا يعني طبعا ربنا قادر على كل شيء هيختارك واحد من ضمن 12 13 كام حاله معرفش ما يزيدوش عن كده على مستوى العالم اللي شاف عيانه البيبي فيها كان حمل خارج الرحم وكبر وشحط بلاد سبلاي من اللي حواليه وبعد شويه بيتحرك حصل انترنال هيمرج. فانت لما تفتح وتلاقي كده اعتبر الرابشر يوترس الا اذا كنت واحد من اللي ربنا اختارهم يشوفوا الايه الكيس ريكوردز دي على مستوى العالم. لما نتسال رابشر يوترس علاجه ايه؟ اقول لك نمره واحد لحد نمره 100 ما كانش صح ده يحصل. هو ده وان اوف ذا اوبستكل امرجنسيز ويتش شود بي بريفنتد. واقول لك على حاجه، لما يجوا يبلغونا والله ان في حاله في الطوارئ عندنا رابشر يوترس، اول سؤال نساله فين؟ نساله ايه؟ هي رابشرت فين؟ يعني دي رابشر يوترس جايه لنا رابشر يوترس واحنا مانجد
ولا حصل رابشر جوه المستشفى. لو حصل عيانة جاية على رجليها وحصل عندنا جوه الطوارئ رابشر يبقى ده غلطتنا احنا على طول. ما تسمعش القصة، قلت لكم تحولين للتحقيق وتعالوا الصبح بقى ايه نشوف القصة دي حصلت ازاي. يعني اذا مهم جدا ان انت المانجمنت اوف رابشر يوترس اساسه هو البريفنشن. ما كانش صح، طب انا يعني ايه ما كانش صح؟ انا همنع عنها ايه؟ همنع عنها السبونتينيوس رابشر؟ لا، لكن همنع عنها التروما، همنع عنها السبونتينيوس رابشر ديورنج ليبر. يعني ايه؟ انا جالي عيانه بريجس سيزيريان سكشن، هديها ترايل ولا ما اديهاش ترايل؟ الاسكار ده قوي ولا الاسكار ده ضعيف؟ هحاول اخد فكره. طب ومونيتور ازاي ساعه الولاده؟ هل هيبقى لو حصل عندي علامات تحذيريه اللي زي اللي قلناها تندر سكار وسبوتنج وحطيتها على المونيتور، خدت بالك ولا ما خدتش بالك ولا استنيت لما يحصل رابشر؟ فهمنا؟ يبقى بنأفويد الحاجات اللي نقدر نأفويد. نأفويد نخلي بالنا من الحالات الهاي ريسك اللي فيها سكار، نخلي بالنا من الادويه اللي ممكن تعمل رابشر يوترس، البروستا جراندز والاوكسيتوسين، نخلي بالنا ساعه الولاده ما تستعفاش. ما حدش النهارده بيستعمل لا فورسبس لا اوبستريك فورسبس، ولا يعني البنتوس ده فيه حاجه كده شبهه صغيره قوي كده، واللي بعض الناس ممكن تستعمله فقط مش روتين لكل الحالات. فتخلي بالنا جدا كل الانسترومنتال دليفري تقريبا داخل في اعداد انه يبقى اوبسوليت الا حاجات بسيطه. طيب المانجمنت بقى، حصلت المصيبه هنتصرف ازاي؟ اقول لك نمره واحد، صوت. يعني ايه صوت؟ يعني يشتغل مين؟ صوت لم الناس عليه. يعني لازم يبقى عندك سينيور ستاف موجود، سينيور اوبستريكس اوبستريشن وسينيور دكتور انثيزيا محترم موجود، كل طاقم التيم لازم التيم ورك على اعلى مستوى هو اللي بيشتغل. العلاج عباره عن كلمتين، ريسسيتيت اند اوبريت. على طول بتبدا الانتي شوك ميجرز، نبعت لها دم، نعلق فلويد، نديها اكسجين، كل الانتي شوك ميجرز والميديا لابارتومي. هديك نصيحه، ما تستناش العانه تتحسن قوي وبعدين تشتغل. ودي دايما الخناقه بيننا وبين دكاتره التحليل، اقول له نيم لي العينه، يقول لي العينه منيله بنيله دي هتموت، اديها بدم الاول، اقول له ما انا بدي دم بس، وانا بدي دم من بره هي بتنزفه جوه، العينه عمرها ما هتتحسن الا لما تقفل البليدرز اللي جوه. فالاثنين مع بعض، وانت بتعمل ريسستيشن على طول تعمل ايميديت لابارتومي، ما اسمهاش سيزيريان سكشن يا شباب. سيزيريان سكشن باي ديفينيشن معناها ان انا فتحت اخرج البيبي ثرو abdominal and uterine incision. ده معنى كلمة قيصرية cesarean section. امال هنا انا فتحت البق، طلعت البيبي من اليوترس اللي اوريدي مفتوح لوحده، فانا بس فتحت البق، فبنقول هنعمل immediate laparotomy. لابار باللاتيني يعني abdomen، laparotomy انا فتحت بق، ما اسمهاش عملت cesarean. رابشر يوترس مش علاجي cesarean. cesarean معناه ان انا فتحت يوترس سليم طلعت البيبي، هنا اليوترس مش سليم، فانا بعمل immediate laparotomy. ها طلع البيبي، طلع البلاسينتا وامسك اليوترس شوفه اخضر. والله بتخش معاك بقى اعتبارات كتير، لقيت زي عندك جاكيت واتقطع هتعمل فيه ايه؟ اقول والله بص في الجاكيت كده القطع صغير وممكن يتصلح، والجاكيته يعني غاليه عليا قوي، فاقول لا اوديها اصلحها خساره. او الجاكيته لقيتها اتهربجت 100 حته وخلاص بقى وبتاع وادمت، قلت يلا ارمي الجاكيته دي خلاص. بالتالي يا هعمل ريبير يا هعمل هيستريكتومي. انهي نوع من الهيستريكتومي لو هعمل؟ هعمل سبتوتال، مش هنزل اشيل السيربكس. سنها صغير، شيل السيربكس. السيربكس له قيمه، وشيل السيربكس كمان هياخد وقت طويل، فانا بشتغل في امرجنسي في عيانه صغيره، السيربكس بتاعها سليم ما فيهوش حاجه، اعمل سبورت لليوترس، سيكشوال اكتيفيتي احسن، يبقى بنعمل يا ريتير يا سب توتال هيستريكتومي. طبعا 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 يعني تسيب الاوفرس، اوعى تفتكر ان انا كمان يعني ربنا ابتلاها شلت لها اليوترس مش هتحمل خالص بعد كده، مش هيجي لها دوره بعد كده، لكن مش كمان اشيل الاوفرس، خلف مينيبوز. يا بعمل ريبير يا بعمل سب توتال هيستريكتومي. مين اللي هياخد القرار بناء على ايه؟ التير، ممكن اصلحه ولا لا؟ وبسال انا دي والدك كم مره قبل كده؟ لو والده مثلا مره ولا بتاع اقول لسه، طب احاول اعمل له ريبير. بتوزن امورك، لقيتها والده ست سبع مرات ما يستاهلش انه يتاخد فيه الريسك انه يرابشر تاني، لان نسبه انه يرابشر تاني بعد الريبير
حوالي 20% نسبة مش قليلة أبدا، نسبة كبيرة جدا، فبحترمها جدا. هل تستاهل إن أنا أدخلها في ريسك تاني؟ عندها 6 7 عيال، ما انتهينا خلاص كفاية، أروح شايل اليوترس ده كله ورمي ونخلص من القصة. خلي بالنا اليوترس ده لما اتقطع، لو اتقطع من قدام ما هي البلادر أخته من قدام، ممكن معور البلادر. لو اتعور من اللاترال وول، ما اليوريتر على اللاترال وول، ممكن يكون كمان معور يوريتر. لو انا كنت اتعافيت وركبت انسترومنتال دليفري، فانا عورت الفاجينا من تحت، السيربكس من تحت، واللاترال وول في اليوترس كمان، ببرود ليجامنتري هيماتوما، واليوتران ارتريز اتقطعوا. يبقى يو هاف تو مانج اسوشيتد انجري في البلادر، اسوشيتد انجري في اليوريتر، اسوشيتد برود ليجامنتري هيماتوما، واليوتران ارتري لما هرب مني لازم اجيبه من الاوريجن بتاعه. منين؟ من الانفيرنال ايلياك ارتري. ساعات اخلص من فوق وانزل تحت اخيط الفاجينا كمان، يعني ساعات تعمل هيستريكتومي من فوق وتنزل تعمل ريبير للفاجينا، الفاجينا هتنزل لوحدها سواء اليوترس بتشال او موجود. ف كل يو هاف تو مانج اسوشيتد انجريز، يبقى بنعمل ريبير لليوترس او هيستريكتومي ثم مانجمنت اوف اذر اسوشيتد انجريز اللي موجود. زي ما قلنا هي العاده طبعا رابشر يوترس هو كومبليكيشن اصلا، ممكن بقى الام تموت، ممكن طبعا يعني غالبا العيل ده مات، ممكن بقى كمان انت عورت بلادر، عورت يوريتر، يعني كل ده بتبقى فيها فيري هاي انزنس اوف مورتاليتي وموربيديتي. وبالتالي كمان الرابشر ده لو حتى عملت ريبير ابقى عامل حساب ان في انزنس من 10 ل 20% ان ري رابشر during subsequent pregnancy. هنبدا نتكلم على other obstetric injuries. هنتكلم على cervical tears او cervical lacerations، ومقابله بالبرينيال تير والبرينيال lacerations هنتكلم عنهم نقربهم انهم كانوا موضوع واحد بنتكلم عنه. في البدايه بس هنعرف introduction، هو البرينيوم اللي هو فين، البرينيوم اللي هو الجزء اللي ما تحت البيت الانال اللي هو الهرم البيراميد، الايبكس بتاعه الديكستيشن اوف ذا ليفيتور انال، البيز بتاعه من بره اللي هو الجلد والفات والفاشيا اللي ما بين الفاجينا وما بين الانس، يحتوي بعد كده على الماسلز البيرينيال ماسلز ويشمل الاكسترنال انال سفنكتر وان اوف ذا كومبوننتس اوف ذا بيرينيال. التيرز سيرفايكال او بيرينيال ممكن تتسبب بمين؟ ممكن تتسبب بالبيبي، ممكن تتسبب بالدكتور، ممكن تكون السبب فيها الام، البيبي، الدكتور، الام. البيبي يعمل ايه عشان يعمل سيرفايكال وبرينيال تير؟ بيبي كبير حجمه كبير وهو نازل يقطع السيرفكس ويقطع البرينيال. بيبي في مال بوزيشنز ومال بريزنتيشنز سمعناهم بينزلوا بدايامترز اكبر من المعتاد، ممكن يعمل الاثنين. ولاده صاروخيه بريسيبتيف ليبر، كل الديوريشن اوف ليبر فيرست وسكند وثيرد اقل من 3 ساعات يعمل الاثنين. يبقى اذا البيبي ممكن يعمل بيرينيال وسيرفايكال تير سواء لارج بيبي سواء بريسيبتيد ليبر سواء مال بوزيشنز او مال بريزنتيشنز يعمل الاثنين. طب الدكتور يعمل سيرفايكال وبرينيال تير ازاي؟ الدكتور يعمل الاثنين عن طريق تروما بانسترومنتال دليفري، يعمل ده او ده. Improper management في first stage ممكن يعمل cervical tear، improper management في second stage ممكن يعمل perineal tear. المفروض في first stage السيرفكس بيوسع بمعدلات physiological. لو انت بتفحص ده شغل دقيق اكتر ويلاقي السيرفكس dilated فبيحاول يوسعه ما بين صوابعه، بيحاول يمزعه، هو there is nothing called manual dilatation of the cervix but there is manual laceration. استعجالك انك بتحاول توسعه وتسرع الريت بتاعه مش هيحصل، هو هينزع منك، هيبدو ليك ان هو بيدايليت وبعد الولاده هتكتشف ان في كده. Improper management في السكند ستيج يعمل بيرنيال تير، احنا فاكرين في النورمال ليبر دورك وانت في السكند ستيج العينه بتحزق وانت عامل سبورت للبيرنيال، كنا بنقول انت ما دونت الاو الاكستنشن اوف ذا هيد الا لما ايه يحصل كراوننج. لو ما عملتش السبورت كويس فالراس من بدري بدات تعمل اكستنشن فبقت خارجه بديامتر اكبر، ده برضه هيعمل هرنيال كتير. يبقى كده ادي اسباب ل
من العين بيبي اسباب من الدكتور ناقص الاسباب اللي هي تبقى من مين؟ من الام. الام هي بريديسبوز. طب الام بريديسبوز بايه؟ الام بريديسبوز بحاجتين، ممكن برولونج ليبر، وبالتالي برولونج ليبر بقت التيشوز فرايبل. احنا يعني الناس في رمضان فاكرين زمان كانوا يعرفوا واحد صايم ولا فاطر في رمضان ياخدوا حته كده يعملوا فولد من صباعه وكده ويشوفوها هتاخد وقت قد ايه لحد ما ترجع للطبيعي. ده كان بيبقى ايه؟ ده بيدينوت انك ديهايدريتد ولا لا، يعني الميه هي روح التيشوز. فلو واحده في الفيرست ستيج اوف ليبر وكل ده ما تديهاش فلويدز كفايه فبقت التيشوز ديهايدريتد، فهتبقى مع الريبيت تي بي هتبقى التيشوز فرايبل. الفرايبلتي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى انها يبقى اسهل انها يحصل لها تير. طيب الام عندها فرايبل تيشوز من البرولونج ليبر، عكسها ايه؟ عكسها ريجيديتي، فيها خلقه ربنا سيرفكس ريجيديتي او ترينير ريجيديتي اكتر الفري برايمي، خلقه ربنا السيرفكس ريجيديتي او الترينير ريجيديتي، ريجيد كده لوحده او ريجيد ديو تو بريفيوس اوبريشن على السيرفكس. انت عامل سيركيليشن فلما جيت تفكه مكانه في فايبرس تيشو ادى الى ايه؟ ادى الى ان هو صعب انه يبين فبيلاسريت. الترينيم عامله عمليه قبل كده كلاسيكال ريفير، فاي اوبريشن بتصيب بفايبروزس، فالفايبرس تيشو ما فيهوش الاستيستي فسهل عليه انه يحصل فيه كتير. يبقى اذا ممكن جدا يبقى العيب من الام فرايبيليتي، العيب من الام ريجيديتي، ريجيديتي رباني او ديو تو بريفيوس ايه او ديو تو بريفيوس اوبريشن. طيب لو نتكلم انواع السيرفايكال والبرينيال تيرم، السيرفكس ممكن يتقطع من ناحيه من اللاترال، ممكن من الناحيتين، ممكن من الناحيتين ومن فوق ومن تحت، فيبقى شكله عامل زي الورده كل حته كده لوحدها، فيسموه روزيت او ستيليت شيب زي الورده كده، فرده يمين وفرده شمال وفرده قدام وفرده ورا، كانه ممزع بقى شبه النجمه او شبه الورده. نخلي بالنا يعني حاجه كده لطيفه ان السيرفايكال تيرز اكتر على اليمين ولا على الشمال؟ السيرفايكال تيرز فيها اكتر على الشمال لسببين حلوين قوي، ان البيبي موست كومن يبقى كيفاليك ليفت اوكسيبيتو انتير، فتكون ان البلك بتاع الراس والاوكسيبيت القفا جاي ناحيه الشمال، فدي حته ناشفه كبيره عريضه، فيضغط من الشمال الحته العظمه الكبيره دي تبقى على الشمال ضغط على السيربكس على العظم، يبقى التيرز على الشمال اكتر. اليوترس من فوق مرمي يمين، انت لو وقفت ايدك عند كوعك كده وكف ايدك ارميه يمين هتلاقي كوعك ارميه يمين، يبقى كوعك هيروح فين؟ العكس. فاليوترس لما يبقى ديكسترو روتيتد مرمي من فوق يمين، يبقى السيرفكس تحت اقرب للشمال، فبالتالي الراس وهي نازله سهل عليها انها تخبط في السيرفكس، يخبط على طول في العظمه اللي بقى في البلفيك بونز بقى على الناحيه الشمال اقرب له. فهتلاقي في كومن ان السيرفيكال تيرز الشمال اكتر من اليمين. طب البرينيوم لو عورت الجلد من بره برينيال سكين والفاجينا سوبرفيشال خالص ونقطه التقاء الاثنين الليبيا ماينورا ببعض اللي بنسميهم البورتشر، ده فيرست ديجري برينيال تير. لو بدل ما هو جرح سطحي كده واخد الجلد من بره والفاجينا الميكوزا بس، غوطت شويه وخدت كمان البرينيال ماسلز بما فيها الليفيتور ايناي لكن لسه الانال سفنكتر والريكتم سليم، نسمي ده سكند ديجري برينيال تير. دول كولكتيفلي بنسميهم انكمبليت تيرز. لو كمان الووند اكستندد فراح قاطع الانال سفنكتر والانال كانال او الريكتم، ده اللي بنسميه كومبليت برينيال تير. في ناس تعتبر ثيرد ديجري برينيال تير انك عورت بالاضافه للي قبله انك عورت السفنكتر او الانال كانال ما تفرقش، وناس تحب تحدد ان لو عورت بس الانال سفنكتر اعتبره ثيرد ديجري ولو عورت الريكتم او الانال كانال اعتبره درجه رابعه فورث ديجري، سواء هم 3 ديجريز بس او هم 4 ديجريز، الفيرست والسكند بيعتبروا انكمبليت والثيرد او الثيرد والفورث بيعتبروا كومبليت برينيال تير. في حاجه ثانيه، حاجه اسمها هيدن تير. هيدن تير اللي هو انت بعد ما ولدت حصل مزق في العضلات اللي جوه الليفيتور والبرنيال ماسلز لكن لم يرقى ان يبقى فيه جرح من بره لا على الجلد
ولا على الفاجينا، وبالتالي انت ما شخصتوش، بس العضله دي اتمزقت، بس ما عندكش حاجه تعملها، ما فيش بليدنج، ما فيش اي جرح موجود. هو ده اللي سبسيكوينتلي مع البرولونج ليبر، المزق اللي في العضلات، الضعف اللي في العضلات، هو ده اللي يجي بعد كده ليتر اون بجينيتال برولابس، ده اللي احنا بنسميه هيدن برينيال تير. ادي الرسم باين فيه، ادي الفيرست ديجري تير، والسكند وراه اغوط شويه، الثيرد اللي هو بدات تعور فيه الانال سفنكتر، الفورث ديجري هو انك دخلت كمان على الريكتوم والانال كمان. الرسم الدياجراماتيك اللي تحت ده، ده سيرفيكال تير موجود على ناحيه، وادي الابره داخله هو جوه، هو ده الريبير، ان احنا لازم نرجع الاناتومي الى ما كان عليه. طبعا انت في السيرفيكال وفي البيرينيال تيرز العينه دي ببساطه هي انت هتعرف منين انها عملت سيرفيكال او بيرينيال تيرز؟ انا ما اعرفش، دي عينه ولدت وبعد ما ولدتها هلاقي بليدنج، فزي نفس الورك اب بتاع البوست بارتم هيمرج، احط ايدي على اليوترس الاقيه كونتراكتنج ولا لا؟ المفروض الاقيه كونتراكتنج الا اذا كان في اتومي مع التروما، فيبقى اليوترس كونتراكتد، ويبقى اذا ما دام اليوترس ما هوش سبب البليدنج، يبقى البليدنج جاي منين؟ يبقى جاي من تحته، من اللور جينيتال تراكت، من السيرفكس او الفاجينا او البرينيوم. فجزء من الورك اب هو ده نفسه اكنه اعاده لموضوع البوست بارتم هيمرج. ولدت عيانه وبعد لقيتها بتنزل، حطيت ايدي على اليوترس، لو اليوترس لاكسي يبقى اتومي، لو اليوترس كونتراكتد يبقى مش اتومي، يبقى في تروما، اخش اندر انستيزيا، اعمل اكسبلوريشن للبيرث كانال، هلاقي السيرفكس متعور، الاقي الفاجينا متعوره، الاقي البرينيوم متعور، هبدا اخيطكم تاني. الغرض مني كام حاجه، اوقف البليدنج، هديها انتي شوك ميجرز اذا احتاجت، وان انا ارجع الاناتومي الى ما كان عليه في السيرفكس، وارجع الاناتومي الى ما كان عليه في الايه؟ في البرينيوم. يبقى اذا الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز للاثنين، للسيرفيكال تيرز وللبرينيال تيرز، انا ما اعرفش غير ان الست دي ولدت وجالها بليدنج، وهكتشف ان هو تروماتيك بوست بارتم هيموج. الامور ممكن تزداد سوءا طبعا، احنا قلنا ان السيرفكس لو انت بقى اتعافيت قوي وتعور، من زي كانك بتنزع ملايه من تحت لفوق، فلو حصل له اكستنشن السيرفكس اكستند اب لفين؟ لللاترال وول اوف ذا يوترس، وممكن يعمل انكمبليت رابشر يوترس بجرود جامنتري هيماتوما، لانه هيعمل انجري على اللاترال وول اوف ذا يوترس، وهنا بيبقى وارد كمان انه يعور معاه اليوريتر. طيب برضو وانا بعمل بيرينيال كير السيرفكس اكستند اب والبرينيوم اكستند داون، فيعور معاه الريكتم، ولو ما شخصتوش هيفضل في خرم في الريكتم يفتح على الفاجينا ويعمل ليتر اون ريكتو فاجينال فيستولا. الاثنين ممكن جدا يجوا بليت كومبليكيشنز، السيرفكس لو ما تصلحش صح هيبوظ، وبالتالي الست بتحمل وتسقط اللي بنسميه سيرفيكال انكومبتنس. اذا ما تصلحش صح مش هيفضل مقفول، هيبقى مفتوح شويه، فيحصل اكسبوجر للاندو سيرفكس، للاندو سيرفكس للشارع، زي بالظبط كانك قالب شفتك لبره، ربنا خالق شفتك، الجلد من بره يواجه الهواء من بره، والميكوزه بتاعت الشفه بتقابل بقك من جوه، لو انت مدلدل شفايفك لتحت كده وماشي في الشارع ده اسمه اكتروبيوم على السيرفكس، ان السيرفكس ضعف فبدا يتفتح، فالاندو سيرفكس بقى باصص في الشارع. الكولامنر ده ايبيثيليوم ديليكيت، فالاكسبوجر بتاعه للفاجينال اسيديتي وللفاجينال بكتيريا كل ده بيعمل ذا سو كولد كرونيك سيرفيسايتس. طب في البرينيوم لما اعور ريكتم ماشي، طب وعورت المسلز وما قفلتهاش كويس او هيدن تير، تيجي بعد كده ده برولابس وديفيكالت وبينفل انتركوس، يبقى برولابس وديسفارونيا. وقلت احنا بنشخص ده خلال عينه دي جايه بتولد ولدت نزفت، عملنا اكسبلوريشن هنكتشف يا سيرفيكال تير يا برينيال تير. طبعا العلاج هيبقى برضه بريفنشن للاسباب اللي بيعملها الدكتور، هنافويد التروما، هنبقى لو في بليدنج كتير في بوست بارتم هيمرج هنا هنديها انتي شوك ميجرز، ونبدا قلنا نخيط التير، السيرفكس عشان نرجعه الى مكان، والبرينيوم عشان نرجعه الى مكان. طبعا في البرينيوم بنخيط من بره
يعني الديب وبعدين السوبرفيشال. فيعني لو انا مثلا قاطع فاجينا وبرينيال سكين يبقى مش هضيق على نفسي، هاخد الفاجينا الاول وبعدين الجلد. طب معور ماسل سكند ديجري، هاخد الماسل الاول وبعدين الفاجينا وبعدين السكين. طب معور انال سفنكتر او ريكتم، اقفل الريكتم الاول وبعدين الانال سفنكتر 2 وبعدين الماسلز 3 وبعدين الفاجينا 4 وبعدين البرينيوم 5، يبقى ده الريبير. نخلي بالنا بس ان احنا لو عاملين ريبير لبرينيال تير، فزي لما احنا مثلا بنعور بلادر فنديها اجازه كام يوم، 15 يوم بقسطره. طب لو عورنا البرينيوم وفي كومبليت تير وانجري للانال سفنكتر او للريكتم، قول ريح شويه، نريحه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام يعني نعمل ايه؟ اربع خمس ايام العاده الاكل بتاعها يبقى لو ريزيديو دايت، يبقى ماشيه 3 4 5 ايام على سوائل، على اكل خفيف، يعني ما تاكلش كرومب وقرنبيط، مش عايز حاجه، تعمل ديستنشن للكولون وديستنشن للريكتم، وبالتالي يبدا لسه الغرز بتاعتي ما حصل لهاش هيلينج كويس. الحقيقه اللي انا هشرحها دلوقتي مش موضوع اوبستريكس بحت، هو التاب ده انت ليك ويبقى يعتبر تابع للاوبستريكس خلال اول وانت بتولد لحد اول 24 ساعه. لو انت ماشي في الشارع وايدك اتعورت، تقدر على طول تطلع على اقرب مستشفى ياخدوها غرزه، الموضوع انتهى. لو بيت بالجرح ده لحد تاني يوم ورحت بيه مستشفى تقول لهم يا جماعه ايه كلوهولي، يقول لك لا خلاص سيب كده بقى ايديمتس، كده بقى انفكتد، استنى بقى هو يهيل على مهله. نفس القصه لو عدى على التيل 24 ساعه من غير ما يتخيط، ده اللي احنا بنسميه old complete perineal tear. old complete perineal tear هو complete perineal tear اللي انا عورت فيه الريكتم، عورت فيه الانال كانال بالاديشن للفيتر اناي ماسل والفاجينا والسكين وما خيطتهمش، فسبتهم هم بقى بالفيبروز مع نفسهم، وتبقى منهم ايه؟ انك معور الانال سفنكتر. الست دي بعد الولاده هتيجي تشتكي من ايه؟ هي كده تحولت لحاله جينيكولوجي بعد كده، انها مش قادره تتحكم في البراز، لان المين سفنكتر في الريكتم هو الاكسترنال انال سفنكتر، المين سفنكتر في البلادر هو البلادر نيك الانترنال، وبالتالي الاكسترنال انال سفنكتر هو اهم حاجه. بس الست مش قادره تتحكم لا في البراز ولا في الجازس، هتتصرف ازاي؟ شكلها بقى وحش. فتبدا مع الوقت بتحاول زي بالظبط واحد عنده عايز يدخل الحمام والمكان مش مناسب، بيبقى عامل ايه؟ قافل نفسه قوي 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 اللي هو مش قادر، ده بيبقى عامله ريزيستنت كونتراكشن للريبيتور ايناي عشان تستعملهم كاكسسوري ماسل عشان تعوض بيهم الضعف اللي موجود في الانال سفنكتر عشان ما يبقاش شكلها سخيف قدام الناس. تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر، في حالات كتير تقدر، لكن تقدر على الهارد ستور، لكن لو كمان عندها اسهال، لو كمان الجازس، ما تقدرش تتحكم فيهم بروبرلي. طيب دي المشكله الرئيسيه. الشكل الصوره جميل جدا انك لما تيجي تفحص شايف الكوريجيشنز اللي ورا اللي حوالين الانال سفنكتر دي بتبقى عامله زي الدايره كامله زي كده، الشمس اللي بيسموها كدايره طالع منها خطوط اللي بيسموها الاطفال في كيجي كده، هتلاقي لا الكوريجيشنز دي مش موجوده غير ورا بس، قدام مقطوع، وتلاقي الانس فلاش مع الفاجينا، ولو حطيت ايدك ريكتال اكزامينيشن مش هتلاقي تون خالص. هنا دي تحولت بشكل قوي جدا من حاله سهله بسيطه ساعه الولاده، ما حدش فينا يتضايق قوي، يعني مش عيب قوي، خلاص اتعور منك وانت بتولد اكسترنال انال سفنكتر ولا حتى ريكتم، ما بتضايقش قوي طالما انك شخصته، طالما انك قفلته هو هيهيل بيرفكتلي. عمليه مختلفه تماما بقى لو بيهيل لوحده بالفايبروزس وجايه بالشكل ده، ده شيء مؤذي جدا، والريبير بتاعه فيه صعوبه فيري كونسيدرابل ديفيكالت، انك هنا لازم تخش تفتح تاني بالعرض ما بين الريكتم والفاجينا، وتعمل بدون دخول في تفاصيل تريمنج للايدجز، تحاول تتعرف على السفنكتر بواقيه اللي جريت منك يمين وشمال وفايبروتك، وتعمل لهم ريفريشنج تاني وترجعهم لبعض تاني، عمليه فيها صعوبه الى حد كبير، اللي ده اللي بنسميه اول كومبليت بيرينيال تير. وهنا ساعتها نبدا تحضير العانه من امتى؟ من قبل العمليه بثلاث اربع ايام لو ريزيديو دايت، وبعد الولاده باربع سوري وبعد الريبير ثلاث اربع خمس ايام برضو على لو ريزيديو دايت.
كلمة عابرة بس نبقى ذكرناها، ان اللي يعمل سيرفيكال تير وبرنيال تير برضو ممكن هو يعمل فاجينال لاسيريشنز بنفس البرزنتيشنز بتاعتها ببوست بارتم هيمرج برضو، يا اما البيبي يا اما الدكتور يا اما الفاجينا فرايبل، وده بيبقى يا سنجل تير يا مالتيبل تير، يا لافف واخد الفاجينا زي السبايرال، يا اما ده بس لفظ نعرفه ان ساعات الفاجينا من الايبكس من فوق يحصل افلجن اتخلع من الايه من اليوترس، الخلع ده السيرفكس من الابر بارت اوف ذا فاجينا، يبقى انت قريب قوي من مين كمان، يبقى انت قريب قوي من اليوترين ارتر اللي ممكن يتنزع، وممكن كمان يبدا يعمل برود ليجامنتري هيماتوما، ده بنسميها كولبو ريكسس كولبس فاجينا، ريكسس هو رابشر اوف ذا فاجينا الابر بارت. الفاجينا السير كله بيتصلح فاجينا، وساعات ما تعرفش تصلحه كويس، تحس ان في حته لسه عماله تجيب دم، تقوم حاطط فيها حشو مهبلي باك تسيبها 12 ساعه ولا 14 ساعه بالكثير، خلاص هي بتكمبرس لوحدها. الكولبوركسز ممكن جدا يحتاج انك انت تفتح بطنها وتتعامل معاه وتربط الانترنال ايدياكسز، ده قصه مختلفه، لكن فقط مجرد ان احنا يعني بنقول لفظ ان الفاجينا لاسريشنز هي زي السيرفيكال والفرنيال تيرز، بالاضافه الى ذا سو كولد كولبوركسز. برضو كلمة سريعة، انك بتولد عينة حتى فيها هيماتومة، الهيماتومة على الفالفا بتشوفها كتير، وممكن تبقى عملت فيزيوتومي، غرزة مش متاخدة كويس، غرزة كان مطرحها بيفر شوية، فتبدأ كده تطلع لك زي كولكشن ازرق كده، زي زيتونة صغيرة كده متجمعة ولا حاجة، بتصبر عليها مع كولد فومنت، بتتحط على الحتة دي زي اي هيماتومة في ايدك تروح لوحدها، لو لقيتها بتكبر يهدوا انك الهيماتوما برضو ممكن تبقى مش في الفالفا، على الفاجينا في اللور بارت هتظهر لك بره. الفاجينا في الابر بارت هو ده اللي فيه ساعات مشكله، ان الفاجينا من فوق يمينها وشمالها الدنيا فاضيه، لوز فارا فاجينا الفيشو، فلو في تير فوق مش باين قوي، طب مش ده يا دكتور هيفر جوه الفاجينا على الشارع ويبان، كان ممكن وده ساعتها تبقى الدنيا سهله لان هشوفه بالريدنج وهحكمه، لكن ساعات ما يبانش قوي او يبقى الهيماتوما مش بتكلكت جوه الفاجينا، بتكلكت في البارا فاجينال تيشوز يمين وشمال، وده من اسباب حاجه اسمها بوست بارتم كولابس، ممكن يبقى انها انون ريزن لعنة بتكولابس ومعلاش بليدنج من تحت، تدخل ايدك تلاقي فوق في الفاجينا يمينها وشمالها هيماتوما كبيره، وممكن توصل للبرود ليجامنت دي مصر دي ايدك كتير. دي بس كلمتين كده كلام عابر قوي للعلم بالشيء ما معنى يعني، وممكن تبقى فين الهيماتوما اوف ذا فيرتيكال، ده نفس اللي كنا بنقوله، بس اي هيماتوما او اي تير الاساس فيه بريفنشن، وقلنا لو هيماتوما صغيره تنسبها لو كبيره بنفتحها، واهم حاجه ما تبقاش من فوق ووصل حد الايه البروز. ثانك يو فيري ماتش.